ماشي اي واحد غيكون يدرب فريق الرجاء البيضاوي او فريق الوداد، ماشي اي واحد غادي يقدر يكون يعني في مباراه الديربي، ولكن المباراه الديربي خاص تكون عندك مقاومات ديالها، يعني خاصك تكون من العيار الثقيل باش تقودها، لانه بغض النظر على الجانب يعني الجانب المعرفي او الجانب ديال التجربه اللي الواحد يكون قاد فيها يعني عده مباريات مع فرق اخرى، ولكن جانب يعني عاطفي وجداني كبير جدا، ولا ما كنتيش متحكم فيه ما يمكنلكش يعني تكون يعني في مستوى ديال المباراه ديال الدربي. في الدربي هذا اللي تلعب بعد بالنسبه لفريق الرجاء سبعه العناصر كتلعب اول مره، اكيد غيكون عليها واحد التاثير واحد كبير جدا. زيد عليها نهضر لك انا بصراحه، فريق الرجاء البيضاوي حنا دزنا واحد المرحله صعبه، والدربي جانا امتحان، بالنسبه لنا امتحان، وامتحان ماشي سهل، امتحان صعب بعناصر جديده وعناصر شابه اللي اول مره كتلعب. اكيد بانه وخصوصا وانه الفريق كما قلت الجاهزيه ديالو من الناحيه البدنيه ماشي عاليه جدا، حنا راه عاد ورثنا فريق من الناحيه البدنيه اللي كان يعني متوسط. وحافظين ما ترينش معايا ثلاث ايام، قلتها لكم قبيله، والوادي ما ترينش ثلاث ايام، اكيد بانه ملي غيدخل 90 دقيقه باش يلعب بواحد الايقاع عالي جدا ما يقدرش. اضافه الاوساغونا اللي عاد جا وحنا دخلناه لسبب لانه باش يحدنا من الفعاليه ديال فال، ولكن ما سبق وان ذكرت بانه فال ربح الوداد 9 بوان باش ربحهم اليوم بلي بالاريتي، سو كيف انا دخلت هذاك باش يسدوا طويل قدو صحيح عليه، فهمتي؟ غادي 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 يوقفوا. حنا فقينا على هذا الشيء وكبار على هذا الشيء باش يمكن ندخلوا في المسرحيه. عفوا، الا كانت يمكن من ناحيه ديال الايقاع ومن ناحيه ديال الاهداف المباراه مراقل الجمهور، ولكن من ناحيتنا حنا خرجنا المباراه ديالنا يعني خرجنا المباراه ديالنا، لان الكل كان تيقول في السابق بانه فريق الوداد البيضاوي سوف ينتصر بحصه عريضه على فريق الرجاء البيضاوي. شكون المنتصر في الاخير؟ علاش؟ لان عرفنا ندبروا المباراه ديالنا بالامكانيات اللي عندنا.